شايف المشهد ازاي داخل نادي الزمالك طبعا بعد كل الظروف دي وان احنا كلنا محيطين بيها، وتعليقك النهارده برضو على ملف التحكيم، اللي يهمني جدا ان انا اسمع كلامك على ما شاهدناه النهارده في مباراه الاسماعيلي وارتباط المشهد الحالي وتاثيره السلبي على الفرق الرياضيه، وزي ما اتكلم الكابتن احمد عبدين منذ قليل، يمكن اكيد انت سمعتها وانت في الغرف بره الاستوديو يعني، لكن اللي شفناه النهارده في التحكيم والمشهد داخل نادي الزمالك لا يبشر. بسم الله الرحمن الرحيم. هو هبدأ كلامي بتساؤل، يرضي مين هذا المشهد الضبابي في قلعة كبيرة بقيمة وقامة نادي الزمالك؟ مين يشعر بالسعادة من وراء تدمير هذا الكيان الكبير؟ ده تساؤل بيفرض نفسه، ونتمنى من كل من يهمه أمر الرياضة المصرية أنه يرد علينا. نادي تاريخه، بطولاته، عرقته، جمهوره، أعضاؤه، إعلامه، في كل قضايا بيبقى فيه 100 علامة استفهام. مين اللي بيتكلم عن القضايا دي؟ هاخد من كلام منتصر وهو بيتكلم عن المستشار مرتضى منصور. كان لازم المستشار مرتضى منصور يتعزل، كان لازم يتعزل لأنه رجع للزمالك كبرياءه وعرقته، كان لازم يتعزل لأنه أعاد الزمالك لمنصات التتويج، كان لازم يتعزل عشان كان بيجيب لنادي الزمالك أهم وأكبر الصفقات اللي خلته يوصل لكل الألقاب وكل البطولات اللي اتحققت. كان لازم يتعزل مرتضى منصور لأنه خلى نادي الزمالك كتف بكتف وند بند مع كل الأندية الكبيرة في مصر وفي أفريقيا وفي الوطن العربي. كان لازم مرتضى منصور يتعزل لأنه رفع سقف طموحات جماهير نادي الزمالك وخلت الجماهير دي تطالب بأهم وأعظم صفقات في الوطن العربي وفي أفريقيا. شار مرتضى منصور قدر يحقق المعادلة الصعبة. دي الصورة يمكن أستاذ ماجد أنا أقطعك معلش أنا آسف، دي اللي كان بيتكلم عليها الأستاذ منتصر، أنا ما كنتش شايف الصورة دي، كانت تقريبا في افتتاح البطولة كأس كرة اليد في نادي الأهلي. اذا يعني معالي وزير الشباب والرياضه عنده متسع من الوقت ان هو بيحضر وبيقعد مع الاستاذ حسن مصطفى ورئيس الاهلي وكل المسؤولين هناك، هو يعني اعتقد نادي من المسافه من النادي الاهلي لنادي الزمالك اعتقد ما تاخدش 3 دقائق بالسياره الخاصه بتاعت حضرته، يعني ان نادي الزمالك في محنه، يمكن ده منظر احتفالي، يمكن دي بطوله، يمكن دي حاجه كده فانتازيه، يعني حاجه احنا بنستعرض، احنا بنتصور، احنا بناخد لقطه، لكن في نادي الزمالك في ازمه. هو انا على راسي قرية. من فوق انا البطوله على راسي من فوق ان معالي الوزير الشباب يحضرها وده دوره، صحيح. لان دي حاجه جميله الزمالك. لكن انا بتكلم على ان نادي الزمالك زي ما احنا بنتكلم دلوقتي أهم. يرضي مين؟ فالسؤال اللي يوجهه ماجد دوت ان نادي الزمالك عنده ازمه، فانا اروح اشوف نادي الزمالك اجيب زي ما جبت اتحاد الكوره، زي ما حضرتك جبت رابطه الانديه، زي ما حضرتك جبت زي ما حضرتك رحت للرئيس النادي الاخر عشان مباراه فنية، أمر فني مش أمر لا مالي ولا إداري. نادي الزمالك فيها فندم أزمة مالية وأزمة إدارية وأزمة فنية وأزمة اجتماعية وأزمة مالية، كل الأزمات موجودة في نادي الزمالك. أكمل فضل هو فضل ماجد بس فضل. كان لازم المستشار مرتضى منصور يتعزل ليه؟ لأنه أعاد الاستقرار الإداري لنادي الزمالك. كان لازم يتعزل لأنه أعاد الاستقرار المالي لنادي الزمالك. كان لازم يتعزل لانه اعاد الانضباط داخل نادي الزمالك، كان لازم يتعزل لان الاسر عادت مره اخرى لنادي الزمالك. هذا الرجل، هذا المسؤول، هذا الرئيس الكفء المحترم الذي يقود سفينه القلعه البيضاء لكل هذه النجاحات، فكان لازم في النهايه مفيش حل. تجميد، عزل، نعم، كل السبل الممكنة عشان توقف مسيرة النجاحات اللي بتحصل في نادي الزمالك تحت قيادة المستشار مرتضى منصور كلها فشلت، فهم لسه مكملين بهدف ايه؟ اسقاط نادي الزمالك. لكن انا عندي يقين ان نادي الزمالك بمحبيه، بمورديه، بالشخصيات العاشقة ليه، بما غرسه المستشار مرتضى منصور لدى الاعضاء ولدى الجماهير، والقناعات والثقة والمبادئ الحقيقية، المبادئ الحقيقية اللي غرسها مرتضى منصور، وهي ان انا لما بتعرض للظلم لازم يكون ليا موقف، المواقف دي حتى لو الزمالك هيدفع ثمنها، لكن التاريخ لسه هيذكر ان نادي الزمالك بيدافع عن حقوقه، ما لعبش مباراة المقاصة، ما لعبش السوبر، لان قضاياه عادلة.
عاوز اكلمك عن التحكيم يا كريم. بتخليها لا التحكيم بس نقطة مهمة جدا. اتحاد الكورة لما كنا موجودين في أزمة القيد الشهيرة في لعيب نادي الزمالك وأنا كنت موجود لحظة بلحظة مع المستشار مرتضى منصور في هذا الموضوع الشائك اللي تعرض ليه نادي الزمالك لظلم مقصود. كانوا بيقولوا لنا كده حرفيا إن اتحاد الكورة ما فيهوش فلوس إن احنا نجيب حتى تلج. طيب اتحاد الكورة اللي ما فيهوش فلوس حتى يجيب تلج وهو بيجيب خبير اجنبي تحكيمي، مره جاب كلاتنبرج ومره جاب بريرا، وهناك اعلام يصفق ويدعم لهذا الخبير الاجنبي. ايه العائد اللي بيعود على التحكيم الاجنبي من وجود بريرا؟ الاخطاء هي هي، المشاكل هي هي، التحكيم ما بيتغيرش، نفس الازمات نفس المشاكل نفس التجاوزات، الفار هو هو. فين التطوير اللي بيحصل؟ هو انتوا جايبين لنا بس خبير اجنبي فزاعه اسمه خواجه برنيطه موجوده، ما تقولوا لنا ايه التطوير اللي حصل او توفروا الدولارات، مش انتوا محتاجين فلوس؟ انتوا جايبين خبير اجنبي ليه؟ وليه حكام الخبير الاجنبي عند نادي الزمالك لا اسمع لا ارى لا اتكلم؟ ليه عند الانديه الاخرى في الاخطاء اللي موجوده بنشوف حاجه تانية؟ انا عاوز اقول لك يا كريم ان نادي الزمالك في ازمه حقيقيه. فين الإعلام اللي بيساند نادي الزمالك؟ فين الإعلام اللي على مسافة واحدة من كل الأندية اللي بيطالب بحقوق نادي الزمالك؟ فين الإعلام اللي بعد ما النادي الأهلي خسر خسارة تاريخية من صن داونز كل الإعلام كل وسائل الإعلام كل البرامج فضلت تدعم فيه وتساند فيه من يوم المباراة دي لغاية مباراة الترجي اللي الأهلي ما خسرش مباراة 9 مباريات؟ ليه؟ لأن في إعلام داعم، في رعاة بيصرفوا، في اتحاد كرة عاوز حك عاوز تحكيم مصري في كاس، تحكيم مصري في كاس، عاوز تحكيم مصري في السوبر، عاوز كهربا ما يتوقفش صح، لان في توجه. الكلمه اللي احنا قلناها كتير، اذا كان في ناس بتتكلم على الاحتواء لا انا هفضل اتكلم عن التوجه. اذا كان اتحاد الكوره في توجه كان موجود في لجنه التظلمات ان عقوبه كهربا لا تنفذ، ففي توجه ان يتاجل مباريات عشان النادي الاهلي يروح يلعب مستريح. وعلى فكره احنا مش ضد ده، بس هنا عايزين الكل، احنا هنا في نادي الزمالك قناه نادي الزمالك مع كل الانديه اللي بتمثل الكره المصريه، لكن بيبقى الكلام بتاع اتحاد الكوره على مسافه واحده من الجميع واقع ملموس احنا حاسينه واحنا شاعرين بيه. هو ماتش بيراميدز اتلعب، بيراميدز كان طالب ان هو ياجل ماتش في نفس اليوم اللي الاهلي طلب فيه انه ياجل ماتش، اتوافق للاهلي وما توافقش البيراميدز، وبعد جواب بعد رسمي وكان متاخر وجاي من ابو ظبي بعدهم بيوم مسؤولي ما ده اللي بنتكلم فيه. هو انا ما عنديش مشكله انك تاجل للاهلي تاجل للاتحاد تاجل للمصري، بس اجل للكل. انا ما عنديش مشكله انك تدعم في افريقيا، تدعم بيراميدز وتدعم فيوتشر وتدعم الزمالك وتدعم الاهلي، لكن ما تدعمش واحد وتسيب ثلاثه. لا حاجه ثانيه بس يا كريم، عاوز اقول لك حاجه، فانت بتوفر كل سبل الراحه وكل الامكانيات اللي انت عاوزه عشان هو يحقق بطولات. صح. طيب الزمالك لا يقل عن الاهلي، الزمالك والاهلي كلنا متفقين هما جناحي الرياضه المصريه. ليه انت بتدعم هنا وما بتدعمش هنا؟ ليه بتساند هنا وما بتساندش هنا؟ معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي اللي هو ما بيفوتش مناسبه للنادي الاهلي، وفي اي قرار في اي امور شائكه بيروح وبيتكلم مع مسؤولي النادي الاهلي، ليه ما بتتواصلش مع مسؤولي نادي الزمالك؟ كلام مدير النشاط الرياضي ما حركش فيك اي حاجه؟ ان فريق تنس طاوله مش عارفين يصفروه للاسماعيليه؟ طب انت ما افتكرتش يا معالي الوزير اما اللجانك كانت موجوده صرفت قد ايه؟ وكانت بتقول ايه؟ بقى الرئيس اللي جاي باراده حره للجمعيه العموميه في نادي الزمالك الذي لم يشكو يوما إلا بعد الحجز على أرصدة نادي الزمالك، لم يشكو يوما من عدم وجود موارد مالية، وكان بيتصرف وكان هو طالب إيه؟ لا ده اتعرض عليه من معالي الوزير إنه ياخد كارد زي الأهلي ورفض. رفض. أنا بس عاوز أقول لك إيه، هذا الرجل نحافظ عليه، لازم ده الرجل ده نشكره، المستشار مرتضى منصور لازم نشكره إن أنت الوحيد وأنت موجود مش نعزله، لازم نشكره، نشكره لانه حقق للزمالك ما لم يحققه غيره. على فكره ده مش كلامي ولا كلام منتصر ولا كلام الاستاذ عبد الشافي ولا كلامك يا كريم. يا جماعه قارنوا فتره المستشار مرتضى منصور بفتره ما قبله، شوفوا الزمالك كان فين وبقى فين.
على الصعيد الرياضي، شوفوا على الصعيد الانشائي. طيب انت طيب والله العظيم، هم عايزين اللي قبل ده، هم انت مفكر ان هم فرحانين باللي بعد 2014؟ طب ممكن اسالك هم سؤال. عايزين اللي قبل. لا 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 ممكن اسالك، هو اللي قبل ده بيبقى ماشي معاهم زي الفل، ما بيتصدرش النادي الزمالك ازمه واحده. مفيش حاجه اسمها احنا عاوزين. انا بس هم عايزين. انا عاوز اسال سؤال تاني بس لوزاره الشباب والرياضه والوزير اشرف صبحي، اذا كان الزمالك بيدفع ثمن انا وانا موجود، هشام مرتضى منصور كرئيس نادي الزمالك بيتحمل مسؤولياته، وهو دايما بيقول لك ايه، حاسبني على الفتره اللي انا موجود فيها، ما تحاسبني، ما تخلينيش ادفع فاتوره بتاع غيري، ما تكبلش ايدي وتقول لي ادفع فواتير. نعم. طب اما انا ما اكون الناس اللي كانت موجوده قبل كده وكانت في مقعد رئيس نادي الزمالك، نعم، انا طالما مش قادر ادور السفينه، مش قادر اشوف موارد، انا ازاي كوزاره او كمجلس قومي او وقتها كان ايه موجود، انا شايف نادي بقيمه نادي الزمالك بيستدين بالمبالغ دي اللي المستشار مرتضى منصور مره واثنين وثلاثه وعشره قال وطلع ما يثبت ان المبالغ دي تم تسديدها، لكن السؤال الثاني كانت فين الجهه الاداريه؟ كانت فين وزاره الشباب والرياضه او كان المجلس القومي للرياضه وقتها؟ وانا كرئيس بسلف، انا من جيبي بسلف، هل ده قانوني؟ هل اللوائح بتقول كده؟ وهل اللوائح تقول ان انا اخد شيكات مني كرئيس لنادي الزمالك للطرق عشان انا اديت مبالغ كسلفه لنادي الزمالك؟ هل القانون، هل اللوائح بتقول كده؟ ما دي احنا يمكن المستشار مرتضى كمان ماجد يمكن استفاض في الامر ده، بس برضه زي ما انا بقول لك، يا ودن منطين ودن من عجين.